يا مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج اخبارنا واللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الزمالك والاخبار المحليه وكمان الاخبار العالميه. وزي عادتنا كل يوم بنبدا حلقتنا بالعناوين. الزمالك والمصري قمه الكره الجميله. صفقه جديده. الجولة الأخيرة. كريم ذكري في ضيافة أخبارنا. أما عن موضوع حلقتنا النهاردة، عايزين نعرف مين اللاعب اللي بتنتظروا تألقه من شباب الزمالك النهاردة أمام المصري البورسعيدي، وبعتولنا طبعا كل آرائكم على موضوع حلقتنا على حسابات قناة الزمالك على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. يا مساء الخير واهلا بحضراتكم مره تانية. بعد قليل جماهير الزمالك على موعد مع مباراه من المباريات الكلاسيكيه الجميله في كره القدم المصريه، مباراه الزمالك والمصري البورسعيدي. هي مباراه من ضمن مباريات سلسله الاحتفالات لنادي الزمالك الكبرى بعد حسم لقب بطل الدوري الممتاز. احنا كسبنا الدوري هنفضل نحتفل للمباريات المتبقية بدرع الدوري ونحتفل بنفسنا ونحتفل بالنجاح والانتصار اللي احنا حققناه. في نفس الوقت عايزين نقول ان هي مباراة يعني فرصة ذهبية كبيرة جدا بالنسبة للزمالك وبالنسبة كمان للمدير الفني مستر فريرا. فرصة يعني احنا نقدر نشوف فيها وجوه جديدة من فريق الامل، وجوه بتسير على طريق او على نفس نهج نجومنا المتألقين الواعدين او اللي تألقوا الفتره الاخيره مع الفريق زي حسام عبد المجيد، سيد نيمار، سيف جعفر، يوسف اسامه نبيه. فوارد النهارده جدا انك انت تلاقي تألق كمان لوجوه شابه جديده زي الخضري او محمد الخضري، حسام اشرف، محمد طارق، كمان حارس المرمى محمد نديم. طيب المجموعه اللي احنا قلنا اسمائهم دلوقتي دول قوة ضاربة جديدة بيجهزها مستر فريرا على فكرة بقاله فترة، وده علشان يدخلهم في حساباته في التشكيل اللي هو بيعتمد عليه. طيب هو مستر فريرا مع الإدارة بيخططوا من فترة طويلة على منح الزمالك جيل واعد من اللاعبين الصاعدين، واحنا بالتالي بنشوفهم قد ايه فعلا هم بيقدروا يثبتوا نفسهم في المباريات. المباراة هتكون فرصة زي ما قلت لكم بالنسبة لمستر فيريرا ان هو يدي فرصة للاعبتنا كمان اللي كانوا استراتيجية بديلة في المباريات اللي فاتت. طيب احنا برضو في نفس الوقت بنبدأ يعني هنقف دلوقتي عند قائمة الزمالك اللي هتكون موجودة في الموسم الجديد. فاكرين لما قلنا ان مستر فيريرا وإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قالوا إن مفيش أي كلام أصلا عن أي لاعبين راحلين أو مستبعدين إلا في نهاية الموسم. ده معناه إيه؟ إن قائمة الزمالك في مباراة النهاردة بتقول إيه بقى؟ يعني عشان كده المباراة دي برضو مهمة جدا، بتقول إن لسه قدام الكل إن هو يعرض نفسه أو يقدم نفسه فرصة يعني بطريقة كويسة جدا، وفرصته النهارده كامله ان هو يقدر يقدم نفسه للجهاز الفني عشان يبقى ليه يعني فرصه مع الجهاز الفني بقياده مستر فيريرا في الموسم المقبل. عشان كده المباراه النهارده مهمه جدا للاعبتنا الصاعدين والواعدين، الحقيقه ان هم بيثبتوا نفسهم بشكل كبير جدا واحنا بنعتمد عليهم بشكل كبير، واكيد احنا طبعا في احتياج لوجودهم معانا. متوقع النهارده بجد ان هم هيقدموا احسن عرض عندهم وبيحاولوا بقدر الامكان ان هم يستعرضوا كل مهاراتهم علشان يبقى ليهم فرصه في التشكيل الاساسي مع مستر فيريرا ان شاء الله للموسم المقبل. طيب عايزين نروح لملف تاني. احنا امبارح اتكلمنا عن صفقتي ابراهيم النضاي وزكريا الوردي، لسه مكملين على هذا الملف وملف التعاقد بقى مع احمد أيمن منصور. أحمد أيمن منصور هو ابن نادي الزمالك وهو لاعب بيراميدز في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.
صفقة أحمد أيمن على فكرة هي من الصفقات القوية جدا 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 في الميركاتو الصيفي، وحقيقي شابو لكابتن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة على هذه الصفقة، لأن هي بجد صفقة ممتازة جدا. طيب زي ما امبارح استعرضنا على نداي والوردي، النهارده كمان هنستعرض عن أحمد أيمن. أحمد أيمن من اللاعبين اللي عندهم مرونة تكتيكية، يقدر يلعب مساك ويقدر يلعب ظهير أيسر، عنده كمان كذا طريقة لعب، يعني سواء مثلا 4-3-3 أو 3-4-3، ده غير إن هو بجد كورته جميلة جدا، من اللعيبة اللي تقدر تبني لك هجمات، وعنده ودي حاجة بتميزه جدا إن هو من اللعيبة اللي عندهم خبرة كبيرة جدا، لأن هو لعب كتير أو لعب لسنوات مع المصري أو بيراميدز في بطولات الكونفدرالية، غير ان هو انضم كمان لمنتخب مصر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو لعب فتره فخلاص، يعني ما عندوش هيبه جمهور، عنده حساسيه المباريات، لاعب مهاري جدا جدا جدا، اكيد طبعا من الصفقات القويه جدا جدا جدا، غير ان ايمن كمان عنده ميزه ثالثه جدا جدا ومهمه قوي، انه هداف. هداف لانه من اللعيبه اللي بتقدر تسجل من العاب الهوى وكمان الركلات الركنيه. كمان زي ما بقول لكم انه حته ان انا يبقى عندي لاعب انا جايبه في الميركاتو الصيفي، عارف ان هو عنده الخبره الكافيه ان هو يقدر يلعب تحت ضغط الجماهير، دي من الحاجات على فكره بجد المهمه جدا جدا جدا. فانا جايب لاعب متكامل، لاعب اقدر اعتمد عليه، لاعب معايا 3 مواسم، فان شاء الله انا متوقعه من الصفقات الناجحه جدا جدا جدا. وما ننساش طبعا ان هو بدا حياته في الزمالك، لعب للمصري البورسعيدي، يقدر يتحمل ضغوط الكبيرة في الملعب، ضغوط اللعب ان انا بلعب على بطولة، كل الضغوطات دي هو مر بيها يعني، فبالنسبة له الموضوع مش صعب. مزايا كمان وانا بشوفها بصراحة ان دي من اهم ميزة في اي لاعب انا بخليه عنصر مهم جدا في الفريق، انه يبقى لاعب ملتزم. بمعنى ايه؟ احنا ما سمعناش عنه، هو لعب لاكتر من 10 سنين، ما سمعناش عنه مشكلة واحدة في أي نادي لعب له، ما شفناهوش بيختلق المشاكل أو عامل مشكلة، يعني السيرة الذاتية بتاعته محترمة جدا، وده من أهم الأسباب في التعاقد معاه، لأن دي اللعيبة اللي زي ما بقول لكم اللي الزمالك بيراهن عليها في المواسم القادمة. في نفس الوقت برضه احنا مش عايزين ننسى ان هو ابن رمز من رموز الكره في الزمالك، كابتن ايمن منصور او السوبر منصور، هداف الزمالك في التسعينيات، ويعني هو زملكاوي من اسره زملكاويه خالصه، نتوقع يا رب ان شاء الله ليه النجاح، وان شاء الله يتالق مع نادي الزمالك ان شاء الله في الفترة القادمة. طبعا تعرفين النهاردة عندنا يعني زي ما قلنا في الأول خالص مواجهتنا النهاردة مع المصري، واتكلمنا عن هذه المواجهة. تعالوا دلوقتي نشوف تقرير عن هذه القمة الجميلة، وبعد كده نرجع ونبدأ أخبار. الزمالك والمصري، قمة الكرة الجميلة، مواجهة من العيار الثقيل تنتظرها الجماهير مرتين كل موسم، ذهابا وإيابا في الدوري الممتاز. بعد قليل يلتقي الزمالك والمصري في مواجهة كبرى، مواجهة من مواجهات تحصيل حاصل للزمالك بطل الدوري الممتاز لموسم 2021-2022. الزمالك يدخل المباراة ولديه 76 نقطة في الصدارة، ويعول مديره الفني جوسفالدو فيريرا على خليط من النجوم مثل عمر السعيد ويوسف أوباما ومحمد عواد ومحمود علاء وحازم إمام وعبد الله جمعة وأيمن حفني وإسلام جابر ومحمد عبد الشافي، والشباب الواعد مثل محمد خضري وحسام أشرف وبيسو ومحمد طارق وسيف جعفر وغيرهم من الأسماء الصاعدة التي يعتمد عليها الزمالك في بناء مستقبل مميز ومواصلة الانتصارات وحصد الألقاب. في المقابل يدخل المصري اللقاء وهو يملك في جعبته 37 نقطة، وحسم البقاء في الدوري ونجا من صراع الهبوط، ويراهن في لقاء الليلة على قوته الضاربة.
مثل أحمد الشيخ وإلياس الجلاسي وأوستين أوموتو وعمر مرعي وكريم العراقي وفريد شوقي تحت قيادة حسام حسن المدير الفني. ويبحث الزمالك في لقاء الليلة عن العلامة الكاملة وتحقيق فوزه الثاني على المصري في الموسم الجاري بعد أن فاز الزمالك تحت قيادة فيريرا في لقاء الدور الأول على المصري بهدفين مقابل هدف، وسجل الثنائية الزملكاوية أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري، والكل ينتظر في النهاية 90 دقيقة من المتعة والكرة الجميلة بين الزمالك والمصري بعد قليل. زي ما يعني يتقال في التقرير ان هي من الكرة الممتعة النهاردة اللي احنا هنشوفها ما بين الزمالك والمصري. زمالك كرته جميلة وكمان المصري كرته جميلة، نادي جماهيري ونادي برضو جماهيري، فبرضو هيبقى فيه يعني مواجهة يعني كروية جماهيرية عظيمة جدا. اتمنى ان احنا نستمتع بيها، واتمنى اكتر النهاردة كمان ان نجومنا الشباب النهاردة يقدروا يثبتوا نفسهم زي ما اللي قبلهم قدروا كمان يثبتوا نفسهم، يعني زي ما حسام عبد المجيد دلوقتي بقى من اعظم المدافعين في الدوري المصري، نفس الكلام سيد نوار، نفس الكلام محمد طارق كمان ان شاء الله يلعب النهارده ويتالق، نفس الكلام سيف فاروق جعفر، كل اللعيبه ويوسف اسامه نبيه مهاجمنا المتالق. اتمنى ان هم النهارده يعني يستغلوا الفرصه كويس قوي زي زمايلهم، ويبقى عندهم ثقه في نفسهم كفايه داخل ارض الملعب ان هم ما يترددوش عشان يحرزوا الهدف، ما يترددوش عشان يعني ما يشغلوش بالهم بالجماهير اللي موجودة، لأن اللعب برضو تحت ضغط الجماهير ده بيبقى صعب جدا وبيبقى موتر شوية للاعب لسه يعني بيصعد للفريق الأول، فبيبقى الموضوع يعني مربك بالنسبة له شوية. لكن النهاردة إن شاء الله كمان نتمنى من الجماهير اللي هتكون موجودة ان هي تنده عليهم اسمه وتدعمهم وتفرحهم ويقولوا لهم ان احنا وراكم وان انتم ما تقلقوش، فالنهارده ان شاء الله تبقى يعني بدايه ميلاد ليهم في مباراه المصري، ويقدروا يا رب يثبتوا نفسهم، وان شاء الله احنا كمان نكسب النهارده. صحيح هو تحصيل حاصل، ولكن برضو نتمنى ان احنا نكمل سلسله الانتصارات، وان احنا يعني لمده كده كبيره فوق ال 12 مباراه احنا ما فيش اي يعني شباكنا لم تهتز لحد النهارده مثلا غير مره او مرتين، فاتمنى ان احنا النهارده في مباراه المصري برضو نفضل محافظين على شباكنا. ولو محمد نديم حارس المرمى النهارده هيشارك اتمنى برضو ان هو يتالق ويقدر ان هو يعني يحافظ على شباكه نظيفه طوال ال 90 دقيقه، وكل التوفيق يا رب لينا النهارده في مباراه المصري، وان شاء الله نكسب عشان انا عايزه كمان نجومنا الشباب يكتسبوا حساسيه المباريات ويبقى عندهم ثقه في نفسهم، فبالتالي ده هيساعدهم كتير جدا ان هم يكونوا في التشكيل الاساسي مع مستر فيريرا. تعالوا بقى دلوقتي كالعادة نبدأ أخبارنا مع نادينا الزمالك. بطولة جديدة لكرة القدم المصرية، سيكمل المشوار باقتدار. يفوز نادي الزمالك باللقب والبطولة ويرفع رصيده من الألقاب. البدايه من عند خبر مهم جدا، واعلان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك التعاقد مع احمد ايمن منصور لاعب بيراميدز ليكون لاعبا في صفوف نادي الزمالك اعتبارا من الموسم المقبل. الصفقه هتكون انتقال حر بعد انتهاء عقد احمد ايمن مع نادي بيراميدز. احمد ايمن منصور واحد من اللعيبه المميزه اللي بتجيد اللعب في اكتر من مركز زي المدافع والظهير الايسر ووسط الملعب، عشان كده بقول لكم من الصفقات القويه جدا جدا جدا، والزمالك هيستفيد منه الفتره الجايه ان شاء الله او في المواسم المقبله جدا. تعالوا نروح للبرتغالي فيريرا مدرب فريقنا، واللي القى محاضره عن مباراه المصري واللي هتقام النهارده في تمام الساعه 9 مساء، والفريق هيتحرك بعد قليل الى ملعب استاد الجيش بمدينه برج العرب لخوض اللقاء. طبعا كل التوفيق النهارده لمجموعه البدلاء والشباب انهم زي ما بقول لكم يقدموا ان شاء الله اداء
طيب بعد ما الفريق حسم الدوري وفيريرا من 10 لاعبين أساسيين، يعني إدى 10 لاعبين أساسيين راحة من المباريات، فنتمنى يا رب النهاردة إن هم يقدروا يثبتوا نفسهم. لسه مكملين اخبارنا من عند مستر فيريرا واللي حذر من الكرات الثابته لفريق المصري البورسعيدي، خصوصا اللي على حدود منطقه الجزاء. فيريرا عقد اكتر من جلسه منفرده مع لاعبي خط الدفاع والوسط لشرح خطوره الكرات الثابته واللي بيستخدمها فريق المصري. تعالوا نروح ليوسف يوسف أوباما واللي نال تعليمات خاصة قبل مباراة المصري بخصوص سرعة نقل الكرة من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، بجانب ضرورة وجوده داخل منطقة الجزاء لاستغلال الكرات العرضية بضربات الرأس. الجهاز الفني أكد لأوباما على أهمية دوره في الملعب وقدرته على صناعة الفارق خلال المباراة، خصوصا أنها قدام منافس قوي جدا ومحترم زي فريق المصري البورسعيدي. لسه مكملين أخبارنا من عند الجهاز الفني واللي عقد جلسة سريعة مع يوسف أسامة نبيه بخصوص عمل المساندة الدفاعية في حالة فقدان الكرة أمام المصري، وكمان اتمام عملية الضغط على المنافس في حالة الدفاع. الجهاز الفني اتكلم مع يوسف وطالبه ببذل اكبر مجهود ممكن خلال المباراة باعتباره واحد من اهم الاوراق الهجومية اللي هو يعتمد عليها الفريق. بعد ما خلصنا اخبار نادينا هنروح لمجموعة من الاخبار المتنوعة. بداية أخبارنا المتنوعة من رابطة الأندية المحترفة واللي أعلنت عن مواعيد مباريات الجولة الـ 34 والأخيرة بمنافسات الدوري المصري الممتاز، وتقرر إقامة مباريات كل الفرق اللي بتتنافس على الهروب من الهبوط والبقاء في بطولة الدوري الساعة 9:30 مساء يوم 30 أغسطس. تعالوا مع بعض نستعرض مباريات الجولة الأخيرة، يعني نبدأ من يوم 29 أغسطس فيوتشر مصر المقصة الساعة 7 مساء، وفي يوم 30 أغسطس هتقام ثلاث مباريات من أول مثلا من أول 4:30 العصر، هي البنك الأهلي وإنبي، سموحة وفاركو، الأهلي وسيراميكا، يبقى دول الساعة 4:30. بعد كده الساعة 6:30 مباراة الإسماعيلي طلائع الجيش، وهتختتم مباريات يعني الدوري الساعة 9:30 بإقامة أربع مباريات هتجمع بين بيراميدز والجونة، غزل المحلة الاتحاد السكندري، المقاولين والمصري، الزمالك وإسترن كامباني. طبعا البعض مستغرب إن في أربع مباريات ثلاث مباريات 4:30 العصر، ولكن يعني سبب إقامة بعض المباريات في الموعد ده هو وجود أربع سيارات لتقنية وجود الفار الفيديو اللي هي الفار، وبعد انتهاء مباريات الساعة 4:30 الأربع عربيات دول هيتوجهوا للمباريات بتاعة الساعة 6، بعد مباريات الساعة 6 هتتنقل لمباريات الساعة 9، ده لوجود أربع سيارات لتحكيم الفار فقط. طيب بالكلام بقى عن منافسات الدوري، النهاردة انطلقت منافسات الجولة 33 وهي الجولة قبل الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز. الساعة 4 بدأت مباراة مصر المقصة وسموحة واللي انتهت بنتيجة 2-0 لصالح سموحة. الساعة 6:30 بتنطلق مباراتين، الأولى بين الاتحاد السكندري والمقاولين العرب في استاد اسكندرية، وفريق الاتحاد عنده 37 نقطة وبيحتل المركز ال 12، أما المقاولين بيحتل المركز ال 15 وفي رصيده 32 نقطة. في نفس التوقيت 6:30 مباراة الجونة وفيوتشر على ملعب خالد بشارة في الغردقة، فريق الجونة عنده 30 نقطة وبيحتل المركز ال 17 قبل الأخير، أما فيوتشر فبيحتل المركز الرابع برصيد 53 نقطة. طيب الساعة 9 هتبدأ مباراتين، سيراميكا وبيراميدز على استاد المقاولين العرب، فريق سيراميكا عنده 37 نقطة وبيحتل المركز العاشر، أما فريق بيراميدز عنده 68 نقطة وبيحتل المركز الثاني. في نفس التوقيت
على استاد برج العرب بيلتقي المصري والزمالك. الفريق البورسعيدي عنده 37 نقطة وبيحتل المركز ال11، أما الزمالك فحسم الدوري وبيتربع على صدارة الترتيب برصيد 76 نقطة. تعالوا نروح بقى لمنتخب مصر الأول، وبدأت كده تظهر ملامح المباريات الودية اللي هياخدها منتخب مصر خلال التوقف الدولي في شهري سبتمبر ونوفمبر المقبلين تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا. عرفنا أن منتخبنا هيخوض مباراتين وديتين يومي 23 و27 سبتمبر المقبل، أما لقاء المنتخب مصر المرتقب ضد بلجيكا هيكون أحد يومي 14 أو 15 نوفمبر المقبل. طبعا المنتخب البلجيكي بيقع في المجموعة السادسة بمنافسات كأس العالم ومعاه منتخبات كندا والمغرب وكرواتيا. طبعا فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني فضل مواجهة منتخبين من أفريقيا خلال هذا التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل علشان تكون المباريات الودية يعني متدرجة المستوى. طبعا بنتمنى له وبنتمنى لمنتخبنا التوفيق في المرحلة الجديدة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا. تعالوا نروح لمنتخب الناشئين مواليد 2006. كابتن محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين عقد جلسات فنية مع اللاعبين خلال الأيام اللي فاتت بمقر فندق الإقامة للحديث عن ملاحظاته الخاصة بمباراة السعودية، واللي بالرغم أن هي انتهت بفوز منتخبنا 3-0 إلى أن المدير الفني بدأ يعالج الأخطاء اللي وقع فيها اللاعبين لمنع تكرارها في المباراة المقبلة. أما لبنان اللي هتقام غدا السبت الساعة 6 مساء، كمان النهاردة أدى منتخب الناشئين مواليد 2006 صلاة الجمعة بالفندق، وألقى كابتن إيهاب الكومي رئيس البعثة الخطبة ودارت حول دور الشباب في النهوض بالأمم. طبعا اكيد بنتمنى التوفيق لمنتخبنا في منافسات كأس العرب واللي بيستضيفها الجزائر من 22 ل 7 سبتمبر، والعودة ان شاء الله بكأس البطولة ان شاء الله احنا واثقين فيهم انهم يقدروا يرجعوا بالكأس. كده نكون خلصنا أخبارنا وكمان خلصنا أخبارنا المتنوعة، نطلع فاصل قصير وبعد كده نرجع نستقبل كابتن كريم ذكري لاعب الزمالك السابق. كريم ذكري اسم لا ينسى في كرة القدم، مدافع صلد في الملعب ومدير كرة بارع بعد الاعتزال. كريم ذكري واحد من أبرز المدافعين الذين ظهروا في الكرة المصرية خلال العقد الأول من الألفية الثالثة. مدافع تميز بالقوة والشراسة في أرض الملعب، تميز أيضا بالروح القتالية والشخصية القيادية. لمع في المصر البورسعيدي في بداياته وأصبح من أبرز المدافعين قبل أن يتم 20 من عمره، وساهم في إنقاذ المصري أكثر من مرة من الهبوط للدرجة الثانية، وانضم للمنتخب الأولمبي وأصبح قائده لفترة، كذلك انضم لمنتخب مصر لفترة من الوقت. في عام 2007 كان التحول الأكبر في حياة كريم ذكري حينما انتقل للزمالك مقابل أكثر من 3 ملايين جنيه ليصبح أحد أغلى المدافعين وقتها، ويساهم في حصد الزمالك لقب بطل كأس مصر 2008، وينجح في تقديم مستوى جيد خلال الفترات التي شارك فيها على مدار عامين قبل أن يتجه لبدء رحلة جديدة في مسيرته. لعب خلالها لأندية كبرى مثل بتروجيت والترسانة، كما عاد للمصري البورسعيدي قبل أن يعتزل الكرة ويحترف مجال العمل الإداري ويصبح مديرا للكرة لأكثر من عام في المصري البورسعيدي.
ساهم خلالها في بناء الجيل الحالي من اللاعبين، واليوم يحل كريم ذكري ضيفا على أخبارنا في حوار صريح جدا قبل القمة المرتقبة بين الزمالك والمصري. ورجعنا لكم مرة تانية، والنهاردة بشرفنا كابتن كريم ذكري لاعب الزمالك السابق. منور الدنيا كابتن. منورك يا معايا، واهلا بيك واهلا بالسادة المشاهدين. ايه رأيك في التقرير؟ قول لي الذكريات كده اللي افتكرتها وانت بتشوف مسيرتك مع الزمالك. كان في مباراة من ضمن المباريات دي، كانت مباراة ودية، كنا قاعدين في فرنسا وعاملين فترة اعداد من ضمن الصور يعني. وطلعنا من فرنسا رحنا بلجيكا لعبنا برضو ماتش هناك، فبتكلم معاك قبل اللقاء. الصوره دي فكرتني بالفتره الاعداد عملناها مع هنري ميشيل. مستر هنري ميشيل كان في وقتها هو الموجود وعمل معنا فتره اعداد في نادي الزمالك، ومفروض بعد يومين ثلاثه راجعين نلعب ماتش في الدوري. فما لقيناهوش يعني، صحينا الصبح ما لقيناهوش في النادي يعني. قبل ما نرجع ما كانش موجود الراجل لما كان وقتها، كان ما كانش موجود في فرنسا. دي حاجه من الحاجات الطريفه يعني اللي الواحد فاكرها. وخلي بالك هقول لك على حاجه حقيقي يعني، انا طبعا انا راجل بورسعيدي وابن من ابناء النادي المصري، وبعتز وبتشرف بان انا لعبت او ان انا من ناشئين بورسعيد ومن بورسعيد والنادي المصري، وبتشرف ان لعبت في نادي الزمالك. فدايما المقارنات بتيجي يعني. لما الصوره دي جت افتكرت الزمالك في وقتها وافتكرت الزمالك دلوقتي. دايما حتى النادي الاجتماعي لما بيجي بفتكر وانا كنت بتمرن في نادي الزمالك وبدخل، ودلوقتي نادي الزمالك بقى عامل ازاي لما دخلت وانا تهت دلوقتي جوه يعني. من فتره رحت، من فتره كبيره كده رحت نادي الزمالك. لا المكان اتغير، فدايما المقارنات بتيجي فحتى في حياتي. قارن لي يعني، شايفه ان هي مقارنه منصفه شويه، فقارن لي زمان كان الوضع عامل ازاي ودلوقتي الوضع عامل ازاي. وطبعا عشان انا في قناه نادي الزمالك، وانت عارفه طبعا الشباب على السوشيال ميديا ما بتوصوش، فهيفتكروا طبعا ان ده مدح في المجلس اللي موجود او المستشار مرتضى منصور او المجلس او حتى فريق الكوره او مستر فيريرا، لكن هو ده الواقع. ما بالظبط، انا بقولك ده الواقع. بس هقول لك على حاجه، لما انا بسبقهم عشان ما يقولوش بس حد، لا ما هو انا لما بمدح في حد وهم والناس تفتكر ان انا بمدح على سراب، لا انا ممكن بقول لهم كل حاجه معموله على ارض الواقع، فما بيبقاش اسمه مدح، بيبقى اسمه انصاف. لا بيبقى احنا اسمه احنا ان انا بوريكم بعرفكم ايه اللي حصل في النادي. لا هو هي الارقام هي اللي بتدل على كل الكلام او اثبات اي كلام عايز تثبتيه بالدلائل والارقام. بالظبط. فالنهارده ما بتبص لكارنيه نادي الزمالك في الوقت اللي انا كنت موجود فيه، او النادي الاجتماعي، او النادي عموما كان عامل ازاي، او فريق الكوره او الفرقه كانت عامله ازاي، طبعا غير دلوقتي برضو بالارقام. بص البطولات كانت ايه، المفروض انا بنسب ليا المفروض تكون حاجه كويسه. لا انا بقول لك احنا في الفتره دي لا كانت من أسوأ فترات نادي الزمالك يعني، سواء اداريا ماديا فنيا في الملعب. دي حقيقه بالارقام كانت بتقول كده. يمكن الحاجه الوحيده اللي كانت كويسه في الفتره دي ان احنا خدنا كاس مصر، كانت سنه 2007 كانت يعني كانت حاجه كويسه. لكن ما انا شايفها ان مش ده اللي يليق بنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. لا نادي الزمالك بيخش على دوري، بينافس على دوري، بتخش ابطال افريقيا، بتنافس على ابطال افريقيا، بتخش كاس، بتنافس على كاس. ده طبيعي جدا في اي حته في العالم. الطبيعي الفرق الكبيره بتخش اي بطوله بتنافس عليها، ونادي الزمالك من الانديه الكبيره اللي موجوده في مصر طبعا، فطبيعي ان انت تنافسي. لكن في الفتره دي ما كناش بننافس. لا الفتره اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي الزمالك سنتين ورا بعض الدوري، الزمالك بينافس، الزمالك كاس مصر النسخه القديمه وان شاء الله في نسخه جديده. فلا الارقام بتبين حاجات كتيره جدا. النادي الاجتماعي الكارنيه كان بكام وقتها ودلوقتي بقى بكام؟ مش بكلمك عن السعر غالي ده طبيعي عشان كل حاجه بتغلى، لا انا بكلمك ان دخل نادي الزمالك من سنه 2007 و8، بتكلم عن الفتره اللي انا رحت فيها، ما اعرفش قبل كده كان ايه اللي دخل في الفتره دي، يخش دلوقتي ويشوف النادي بقى عامل ازاي. فالطبيعي الكارنيه بدل ما كان بجنيه بقى ب 10 جنيه. ليه؟ انا بقدم لك خدمات، انا ما بعليش قيمه الكارنيه وخلاص. كل دي مقارنات بتيجي. انشاءات كتيره فعلا بتحصل داخل النادي يعني. قول لي ايه اخر حاجه وقفت عندها او شفتها لما رحت النادي؟ لا كل حاجه، كل حاجه اتغيرت. الملعب، التدريب، اوض اللبس، الجيم، حمامات السباحه، الخدمات الكثيره جدا هناك لاعضاء النادي. لا حاجات مختلفه بصراحه، حاجه تفرح يعني، حاجه تشرف فعلا. اي حد منتمي لنادي الزمالك حاجه تشرف، وده حقيقي والله يعني. من فتره كبيره جدا ما كنتش شايف نادي الزمالك كده. النهارده نادي الزمالك بيخش في اي صفقه بيجيبها، في وقتنا لا كانت الكفه مايله خالص ناحيه النادي الاهلي. انا بقول لك بصراحه البطولات كلها كانت مايله ناحيه النادي الاهلي، ما كانش فيه منافسه خالص. النواحي الماديه كانت عندنا ما كانتش كويسه. ما هو الطبيعي النهارده لو في خزنه كبيره بتصرف او في فلوس بتدفع للعيبه، الطبيعي يبقى في بطولات. لان الطبيعي النهارده في العالم كله احنا بنتكلم ان الكوره بقت فلوس،
ففي الوقت ده لما كانش الامور مظبوطه بدليل ان ما كانش في حاجه تحقق. مش معنى كلام ان لعيب الكوره بيلعب عشان الفلوس، لا، لكن هي حاجه اساسيه لعيب الكوره بيعيش على الدخل اللي دخله. فالنهارده لما فلوسي بتتاخر شهر واثنين وثلاثه ومش عارف اذا كان جاي ولا لا، ما فيش مصداقيه ما بيني وما بين اي حد كان موجود في الوقت ده، دي بتسبب مشاكل كبيره جدا جوه اوضه اللبس. عكس النهارده، النهارده ما بتسمعيش حاجات كتيره عن النواحي الماديه. الحاجه الاهم احنا كنا مباحين اعلاميا، يعني انا بقول الكلام ده بصدق وماليش مصلحه مع حد. الحته دي ننسبها للكابتن امير مرتضى المشرف العام على الكره، لان هو اللي قفل على لعيبته. انت بتتكلمي على اوضه اللبس؟ يعني برضو من الناحيه دي اللي كان في مثلا اشاعات بتطلع، كلام بيطلع. صحيح. فانا كان لازم مثلا بدوري كمشرف عام على الكره ان انا ما اخليش لعيبتي ولا تتاثر ولا الكلام ده يجي ناحيتها اصلا. لا، الاهم من كده المعالجه اللي بتحصل لاي حاجه بتطلع، يعني اي اشاعه بتطلع او اي كلام بيطلع عن اوضه اللبس في نادي الزمالك. عاجبني قوي طريقه المعامله معاه، ما بياخدش اكبر من حجمه بالظبط، كلمتين وبس وخلاص قفلنا الموضوع. انا بتكلم ان انت بترد ازاي، لكن خلي بالك اقول لك على حاجه، وطبيعي جدا في اوضه اللبس وارد ان حد بيتكلم مع حد، وارد ان بيحصل حاجه، لان اوضه اللبس بتبقى عامله زي اسره، احنا كل يوم بنشوف بعض، كل يوم بنتمرن مع بعض، ده غير المعسكرات كمان، فطبيعي جدا اللي بيحصل حاجات في اي فرقه في العالم. لكن الاهم من اللي بيحصل انت ازاي بتعالج الامور، وده اللي انا شايفه كويس في الفتره اللي احنا بنتكلم فيها دي. اوضه اللبس مقفول عليها بشكل كويس جدا، حتى لما بيحصل حاجه او ما بيحصلش حاجه طريقه المعالجه للامور تبقى كويسه جدا. عجبني شخصيه امير في الفتره الاخيره بصراحه، بيتكلم بشخصيه وهيبه وقيمه نادي الزمالك، ودي واصله لكل اللعيبه، واصله لكل الجماهير. نقطه مهمه جدا انا عايز اقول لك عليها، ان في الوقت اللي انا كنت موجود فيه في الزمالك كنا مباحين اعلاميا. يعني مباحين اعلاميا؟ ممكن تلاقي فيلم كوميدي طالع على الزمالك ولاعيبته. احنا ما كناش مقدمين مردود في الفتره دي، وده طبيعي، لكن مش معنى كده ان انت بتطلع. وارد اي فرقه في العالم، مانشستر يونايتد اللي احتل اوروبا مع السير اليكس في فتره كبيره جدا، دلوقتي هو فين؟ مش موجود. مش معنى كده ان انت بتطلع عليه افلام ونكت وحاجه، فاهم؟ في الاعلام. انا بتكلم في الاعلام، ما بتكلمش على السوشيال ميديا. انا بتكلم اعلاميا، واتعمل فيلم واثنين وثلاثه، واتعمل حاجات كتيره جدا. كل ده بياخد من لعيب الكوره، لعيب الكوره بتاثر، ما فيش حد يقول لا ملوش علاقه، حتى لو هو مشارك وعامل اساسي في اللي بيحصل. يعني حتى لو احنا كنا مقصرين في الفتره دي او النتائج ما كانتش موجوده، لكن هو لعيب الكوره ما بيديرش المنظومه. فاهمه؟ فانا قلت لك اسباب كتيره جدا هي اللي كانت بتادي ان مفيش بطولات بتخش النادي، او ما كناش بنقدم المردود المطلوب مننا يليق باسم نادي الزمالك وجماهيره. فالفكره كلها ما تحملنيش مسؤوليه انا لوحدي واحس ان انا مباح اعلاميا، فبالتالي برضه لعيبه نادي الزمالك في الوقت ده كانت بتتاثر بالكلام الكتير اللي كان بيحصل، وبتاخد من شخصيه اللعيبه اللي موجوده. دلوقتي مفيش الكلام ده، لا، دلوقتي بقى في قناه لنادي الزمالك، بقى الزمالك محمي اعلاميا. ف يعني انا حبيت ابدا كلامي وهو جاي صدفه والله من الصور اللي عرضناها، لكن طبيعي اي حد في العالم بيقارن نفسه من اربع سنين بدلوقتي، بيقارن العماره اللي انت ساكنه فيها بعد التوضيبات بقت عامله ازاي، المقارنات بتيجي، فده طبيعي جدا يعني. وحلو ان انا ببقى بقارن نفسي بنفسي. طبعا ما بقارنش نفسي باي حاجه، لا، بقارن نفسي بنفسي. عايزه بقى يعني نروح لمباراه النهارده والزمالك والمصري، واحنا بنقول ان المباراه دي هنلاقي فيها كره جميله وهنلاقي فيها متعه كرويه من الكره المصريه. صحيح. شايف المباراه دي ازاي؟ زي ما انت قلت يا مها، المفروض تكون مباراه نستمتع بيها. والسبب اللي انت قلتيه واللي انا بقوله، ان الزمالك خلاص حسم الدوري. المصري طبعا مطمن في ان هو يكون موجود في الدوري، طبعا ده يعني برضه ظروف حصلت للنادي المصري السنه دي. مش حابب حتى ان انا اقول ان المصري ضمن انه يقعد في الدوري، لان مش اسم ومكانه النادي المصري ان احنا نتكلم عليه ان هو يقعد في الدوري، وخصوصا بعد الفترات اللي فاتت دي على طول دايما في افريقيا والكونفدراليه وبينافس وماشي بشكل كويس. فمفيش ضغط ولا على الزمالك ولا على المصري بالظبط طبعا، لكن تفرق مع النادي المصري النهارده ان يكسب النادي الزمالك، تفرق مع الزمالك انه يكسب النادي المصري. في جميع الاحوال لازم يبقى في مكسب، والاثنين بيلعبوا على المكسب. الاثنين بيلعبوا على المكسب. احنا يعني ده يدينا النهارده ان احنا المباراه النهارده تحصيل حاصل، ده يدينا احنا كزمالك النهارده اريحيه شويه ويخلينا نبدع، يعني نخلي اللعيبه تخرج كل حاجه عندها، ما فيش ضغط عليهم ان انت لازم تكسب النهارده، لا، انا النهارده بستعرض مهاراتي، خاصه كمان ان هو النهارده هيشارك مجموعه كبيره جدا من الشباب الناشئين. صحيح. مش بتفق معاكي، لان المباراه تبقى صعبه في الملعب. ممكن يكون الجيم مفتوح بطريقه لعب الاثنين مدربين، سواء مستر فريرا او الكابتن حسام حسن. ممكن العب بخطط هجوميه هنا او هنا، لكن في نفس الوقت بتبقى مباراه صعبه في الملعب. كلنا عارفين النادي المصري ولاعيبه النادي المصري بتتميز بالشراسه في الملعب.
دايما عندهم سرعات، عندهم مهارات كويسه جدا، عندهم ناس بتعرف تسدد ضربات حره مباشره وكور ثابته زي الياس الجلاصي. واعتقد ان ده اللي حذر منه بالفعل مستر فيريرا في التعليمات للعيبه، حذر يعني، حذر كمان بعض اللعيبه انه خلي بالكم الكرات الثابته ان هي هتبقى عندهم مشكله. صحيح. مصر مميز فيها جدا جدا جدا، فحذرهم منها. فلا هتبقى مباراه صعبه داخل الملعب، فهتبقى مسؤوليه كبيره جدا على الاولاد اللي موجودين، وخصوصا اللي بقالهم فتره ما بيشاركوش. اللي بقالهم فتره ما بيشاركوش. ده هي. بس احنا برضو ممكن نقول ان هي تبقى فرصه ليهم ان هم يستعرضوا نفسهم، يثبتوا نفسهم وهم في مباراه النهارده. انا بشاركهم عشان اشوفهم واشوف مستواهم واشوفهم هيأدوا ازاي، وهيبقى فيه جماهير، واشوفهم هيتعاملوا ازاي كمان مع ضغط الجماهير. صحيح. فتبقى فرصه ليهم ان هم يثبتوا نفسهم، فبقول ان ده ممكن يخليهم يقدموا احسن حاجه عندهم. صحيح. واللاعب الكبير بيتولد كبير، بمعنى ايه؟ ان النهارده لما بنتكلم على حسام عبد المجيد او نيمار او يوسف اسامه نبيه او سيف جعفر، مش عايز انسى حد، الولاد كلها ما شاء الله عليها، يعني حاجه تفرح بجد، حاجه تفرح. النهارده لما لعبوا، احنا بنتكلمنا بس عن كيس حاله النادي المصري اللي هي المباراه بتاعه النهارده، لا احنا بنتكلم لعبوا في ظروف صعبه، لعبوا والفريق محتاجهم فعلا، ومحتاجهم يكونوا كويسين. اول مباراه ليهم كانت يعني مواجهه كانت صعبه جدا، كانت مباراه قمه يعني. زمالك واهلي، وقتها كسبنا يعني، سوري تعادلنا 2-2، بس كانت مباراه انا بقول ان هي كانت صعبه بالظبط يعني. كنت مستغربه ثقتهم في نفسهم. صحيح. عندهم ثقه، مش خايفين، نازلين زي ما كانهم بيلعبوا بقالهم 10 سنين، فكانت خبرتهم كمان كبيره جدا، رغم ان هم ما كانوش مع الفريق الاول او ما لعبوش مع الفريق الاول. صحيح. قبل كده انا قلت لك اللعيب بتولد كبير، واللعيب الكويس بيبان في الماتشات الصعبه، فطبعا هي فرصه للولاد النهارده. النادي المصري نادي كبير وماتش صعب، ففرصه لو ادوا فيه كويس وان شاء الله يكونوا كويسين، لان احنا عايزين ناشئين مش في الزمالك بس، في مصر كلها عايزين ناشئين تطلع. النهارده احنا بنتكلم على 4-5 في الزمالك، اضافه قويه جدا، جم من بعيد خالص، جم في ظروف صعبه كمان، يعني يا ريت جم في سكواد ممكن يشيلهم. لا احنا الزمالك طول ما هو ماشي بيقع منه لاعب في لاعب في لاعب، ده غير الظروف اللي حصلت كمان اول السنه لنادي الزمالك في القيد، ظروف قيد، تغيير مدرب وجي مستر فيريرا، نتائج ما كانتش كويسه في بدايه مستر فيريرا وبدات تتحسن واحده واحده. حتى وانت بتكسبي في السيناريو بتاع كل ماتش كان مختلف، بدايه مكسب الزمالك كان بيجي بالصعوبه، كان الزمالك دايما بيتاخر بهدف وبيجي فيه جون بدري. لو انت تفتكري كان بيجي فيه جون اول 3-4 دقائق، ودي كانت مشكله، ومستر فيريرا اتكلم عنها وقال لك حتى واحنا بنكسب عندنا مشاكل كتير جدا. مع الوقت الزمالك ما بقاش يخش فيه جون بدري، وبدا يجيب جون ممكن الشوط الثاني او في اخر الشوط الثاني. مع الوقت الثقه لما جت للاعيبه نادي الزمالك وشخصيه البطل موجوده مع نادي الزمالك، هو اللي بيجيب الجون بدري اول 3-4 دقائق زي ماتش بيراميدز او ماتشات كتيره جدا، ويبدا يتحكم في ريتم الماتش، ماتشات كتيره جدا. فهتلاقي السكريبت بتاع كل ماتش بيتغير بالظبط، فده اللي احنا بنتكلم عنه. تجربه مستر فيريرا ان احنا تصعيد الناشئين وفريق الامل بداوا يطبقوها يعني. في انديه بدات تطبق يعني السيكونس لمستر فيريرا، او تمشي على نهج مستر فيريرا او على نهج نادي الزمالك، واكيد انت تابعت ده او شفت ده طبعا. وخلي بالك في ناس تانية على النقيض تقول لا اصل مستر فيريرا هو اللي اضطر عشان اللعيبه اللي مشيت من عنده. طب ما فينا انديه حتى لو اضطر يعني بالزبط. حتى لو اضطر في النهايه انا خلقت الحل بالظبط، بقى عرفت على الاقل، عرفت اعمل حل، على الاقل ما فضلتش يعني مكتف ايديا وبقول انا مش عارف اعمل ايه وهتصرف ازاي، لا انا ما وقفتش. صح. يعني ما خدهاش مبرر، انا شايفه ما كانتش مبرر. ما تحسبش لمستر فيريرا، تحسب طبعا للجهاز الاداره والاداره كمان ان هي ساهمت ان هي تصرف على هذا الفريق، وان هي تلبي ان يكون عندك قطاع قوي، عندك قطاع ناشئين. صحيح. لكن انا بتكلم فنيا ان اكيد مستر فيريرا ما كانش يعرف الولاد دول، اكيد كابتن اسامه نبيه والجهاز المعاون كان لهم دور كبير جدا في ترشيح طبعا الولاد دول. بعد كده بدا يبص عليهم، بدا يشاركهم. هنا بقى الثقه اللي احنا بنتكلم عليها اللي مستر فيريرا ده للولاد، وان ازاي قدر يحفظهم ويفهمهم ويدخلهم على طول في جو اجواء الدوري الممتاز، جو الفرقه، جو الفرق الكبيره اللي انت لازم تكسب على طول. وزي ما اتكلمنا من شويه بداوا في ماتش صعب جدا، لكن ادوا بصوره كويسه جدا، ودي كانت بدايه انطلاقتهم. فتحسب طبعا لمستر فيريرا، تحسب للجهاز المعنوي معاه. عايز اتكلم في حاجه مهمه برضو بالنسبه للكابتن ايمن طاهر. لا يعني الراجل ده بصراحه يتعمل له تمثال، يعني انا عشرته سنين سواء في المنتخب او مع نادي الزمالك، شخصيه جميله جدا. لكن لما بنتكلم برضو بالدليل، النهارده لما بتتكلم عن حارس مرمى محمد عواد، كان في بدايه السنه فين؟ كان ثالث او ما كانش موجود اصلا، وكان يعني كان في مشاكل وكان في كلام ان هو ممكن يمشي. النهارده بعد فتره بيرجع، تحس ان الراجل ده هو اللي بيلعب من السنه اللي فاتت مش بيلعب السنه دي بس.
كان له دور كبير جدا عواد في حسم لقب الدوري لنادي الزمالك، فلازم نشيد بكابتن ايمن. وكاس مصر برضه عواد وكاس مصر يعني في الفتره الاخيره دي كلها بصراحه، ويعتبر هو دلوقتي الحارس رقم واحد في مصر. يعني لو بنتكلم فنيا كمستويات حراس مرمى، هو من احسن حراس مرمى موجودين في مصر دلوقتي، واكيد مرشح لمنتخب مصر. فدور كبير جدا كان لكابتن ايمن طاهر ان انت ازاي تهيئ اللاعب ده نفسيا. فنيا ما اقدرش اتكلم، ده راجل شغال من سنين الكابتن ايمن طاهر، لكن نفسيا ان انت تجيب واحد كان بعيد جدا ويجي ويقدم الصوره دي، وان انا افضل مصمم واكمل بيه حتى بعد رجوع ابو جبل، او ان هو كان عايز يرجع، او الكلام اللي اتقال ده، لا انا مكمل بعواد. تحسب طبعا للكابتن ايمن طاهر بصراحه. يعني وعواد بصراحه يعني ولا مره خذلنا، ولا مره فعلا خذلنا. جبنا سيره اللعيبه الشباب بتوعنا، وذكرت حسام عبد المجيد في اول الكلام على طول. طبعا. ليه؟ عشان مساك. رايك في حسام عبد المجيد بالذات؟ مفاجأة. يعني أنا بكلمك عن تجربة شخصية، أي لعيب في المكان ده بالذات بياخد وقت. هو ما شاء الله عمل الأبديت بتاعه بسرعة، يعني ممكن تلاقي حاجات تفاصيل صغيرة ممكن تتاخد عليه في بدايته، وده طبيعي جدا. بس التفاصيل دي ممكن تطول، لكن ما طولتش مع حسام خالص. يعني ما شاء الله ان هو التايمنج بتاعه كويس، اهم حاجه في المدافعين التوقيت، امتى اقطع الكوره، امتى ما اعملش فاول، امتى الكرة العاليه اخدها على الارض. وبيسجل اهداف. ده كمان ده اللي احنا بنتكلم، ده لسه هنتكلم عنها. احنا بنتكلم في النواحي الدفاعيه. النواحي الدفاعيه لا، كل الكرة العاليه ما شاء الله، كل الكرة العاليه واخدها، بيحضر من تحت كويس على الارض، ما بيترقصش كتير، ودي نادره لما بنشوفها ان ناشئ يكون طالع عنده الثقه اللي موجوده عند حسام. بيسجل اهداف، جاب ماتشات كتيره جدا للزمالك، ست نقاط يعني، لا اضافه كبيره جدا. لكن يعني طالما قلنا حسام لازم نقول لونش، لان اي اتنين مساكين بيلعبوا جنب بعض الثقه بياخدها من اللي جنبه. بالظبط. يعني دايما وانا صغير كنت باخد الثقه بتاعتي من اللي جنبي. فحسام يعني ربنا بيحبه ان هو لعب في التوقيت ده جنب الونش. الونش من احسن مدافعين مصر في الفتره الحاليه، فاكيد خد من الونش كتير جدا، اكيد الونش ضاف له حاجات كتير جدا، لكن هو خامه كويسه جدا، ويعني ما شاء الله عليه، يعني لعيب هايل. هو كان سبب الفوز في مباراه المقاولين وفي مباراه فاركو، هو كان صاحب الهدفين، الهدف في فاركو والهدف في المقاولين، يعني مباراتين بست نقاط ما شاء الله عليه. فرقم طبعا اكيد الست نقاط دول فرقوا معانا في مشوارنا في طبعًا الدوري. طبعا حل من الحلول. يعني في اوقات كتير جدا الفرقه كانت بتلعب الزمالك كومباكت دفاع منطقه، والفرقه اللي بتلعبك دفاع منطقه دي انت ما تقدريش تسجلي فيها، ما فيش مساحات خالص. فما بتقدريش تسجلي الا بكره ثابته او تسديده من بعيد من خارج ال 18 او الضربات الركنيه، ودي كانت حل من الحلول اللي كان موجود عند نادي الزمالك. الونش وحسام عبد المجيد كانوا بيلعبوا دماغهم كويس جدا، والونش برده لو رجعت كده هتلاقيه برده جايب ماتشات كتيره جدا لنادي الزمالك. فدي حل من الحلول، كل ما الاوبشنز بيزيد عند الفرقه خلاص المكسب هيجي في اي وقت. يعني بالزبط. انا عندي حلول، فرقه بتلعب دفاع منطقه قدامي هعرف اسدد، عندي امام عاشور بيسدد كويس، عندي شيكابالا، عندي لعيبه كتيره جدا بتسدد كويس. طب الضربات الركنيه عندي حد بيستغلها، فعندي حلول كتيره جدا. عندي ناس بتتحرك زي سيف الدين الجزيري، لو في مساحات بيعرف يتحرك فيها كويس. عايزين هنتكلم في التفاصيل دي، ولكن هنطلع فاصل قصير بعد كده نرجع نكمل كلامنا. ورجعنا لكم مره ثانيه، لسه مكملين كلامنا مع كابتن كريم ذكري. خلينا نسال التليفون دلوقتي من استاذ حاتم رضا الناقد الرياضي من الجزائر، مرافق لبعثه منتخب مصر. مساء الخير يا استاذ حاتم. اهلا وسهلا بحضرتك، منور الدنيا. يعني طمنا على منتخب الناشئين وطمنا على البعثه. والله الحمد لله، يعني وحضرتك بتكلميني حالا، احنا حالا في التمرير الاخير لمنتخب مصر الناشئين مواليد 2006 على احد المناطق الفرعيه في مدينه وهران اللي هي طبعا تستضيف البطوله. وده التمرير الاخير لمنتخب مصر قبل ان شاء الله مباراه الغد امام لبنان في الجوله الثانيه بالدور الاول ان شاء الله. وطبعا كلنا عارفين انه منتخب مصر الحمد لله استطاع ان هو يفوز في المباراه الاولى امام السعوديه بثلاثيه نظيفه، وده اعتقد يعني كل الناس اللي تابعت المباراه شافت انه قد ايه منتخب السعوديه منتخب قوي، والحمد لله كانت بدايه مبشره لمنتخبنا. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله التوفيق لهذا المنتخب، لانه
بيضم مجموعه مميزه جدا ان شاء الله من اللعيبه الجيدين جدا، ان شاء الله يكون مستقبل الكره المصريه الفتره الجايه باذن الله. يا رب. ايه التوقعات بقى ان شاء الله لمواجهه لبنان الساعه 6 غدا ان شاء الله؟ والله بصي، هو طبعا المرحله دي المرحله العمريه ديت يعني ما تقدريش تحكمي على منتخب بشكل كامل، يعني طبعا في متغيرات كتير جدا. يعني مثلا منتخب المغرب كان في بطوله ما كسبتش افريقيا اللي اتلعبت في مارس الماضي، كان من اقوى المنتخبات او هو المنافس الاول لمنتخب مصر. منتخب المغرب خسر في الجوله الاولى امام العراق 2-1، فبالتالي المرحله ديت مش يعني ما نقدرش ان احنا نحكم، ما نقدرش ان احنا نتوقع، او مش حاجه اقدر اقول يعني ثابته، او ان منتخب لبنان مثلا اقول بعيد او منتخب ضعيف، لكن بالتاكيد كل المنتخبات المشاركه في هذه الدوره كلها منتخبات جيده، عندها لاعبين جيدين، كل المنتخبات عندها هدف واحد، ان هي كلها بتستعد للتصفيات ان شاء الله المؤهله لامم افريقيا وبعد كده او امم اسيا، وبعد كده ان شاء الله يتاهل بعد كده لكاس العالم للناشئين في بيرو ان شاء الله. وبالتالي كل المنتخبات عندها الدافع. منتخب لبنان تعادل مع سوريا في المباراه الاولى، وبالتالي هيكون منافس قوي جدا لمنتخب مصر غدا عشان يحافظ على حظوظه ان شاء الله في التاهل. لكن طبعا كلنا واثقين في منتخبنا، اولادنا ان شاء الله، كابتن محمد وهبه المدير الفني وجهازه المعاون كلهم هنا، يعني ناس في روح عاليه جدا، اللعيبه مقدره اسم منتخب مصر، ان هي يعني دايما منتخب مصر لما بيشارك في البطوله بيكون هو المرشح الاول للفوز بيها، وبالتالي كل اللعيبه ان شاء الله الحمد لله جاهزين للمباراه مباراه الغد امام لبنان. ويعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله منتخب مصر يكون هو الاقرب للفوز ان شاء الله، لكن طبعا بالتاكيد ما فيش مباراه سهل او مش سهل. استاذ حاتم خلص الوقت الغد ان شاء الله. استكمل كلامك يعني استاذ حاتم. طيب بشكر حضرتك جدا استاذ حاتم النقد الرياضي مع بعثه مصر. نرجع تاني لكلامنا ونرجع تاني للزمالك ورحله التتويج بالدوري. كانت رحله شايفها من وجهه نظرك صعبه، ولا كانت رحله عارف انت بيقولوا السهل الممتنع، ولا كانت رحله شاقه، ولا يعني الرحله كنت شايفها ازاي؟ لا معجزه. معجزه، مش هي مش صعبه. هي اصعب من الصعبه بمراحل. يعني ناخد السكريبت او السيناريو اللي معمول من الاول لنادي الزمالك، لا يعني انا واحد من الناس، يعني انا بحب الكوره جدا، بحب التحليل جدا، دايما بحاول يبقى عندي رؤيه لاي حاجه بتفرج عليها. فلا ما كنتش اتوقع، يعني اي حد بيسالني على الزمالك اقول لا بعيد. اي حد يعني اكتر المتفائلين لنادي الزمالك ما كانش يتوقع في بدايه السنه ان انت تاخد دوري، استحاله. لكن الوحيد اللي كان مصدق انا شايفه مستر فيريرا، يعني حتى في تصريحاته من بدايتها بيخسر بيتعادل بيكسب، بتكلم في البدايات قبل ما الامور تتضح وقبل ما الدوري بيقرب. لا هو الراجل ده من البدايه كان بيقول لا احنا عندنا مشاكل، عندنا اخطاء زي اللي اتكلمت عنها، ان احنا كان بيجي، هو كان بيقول كده ان احنا كان بيجي فينا هدف بدري وده غلط، ما ينفعش، ما فيش فرقه بتنافس على بطوله يجي فيها جون بدري. هو بيتكلم صح، وقدر يعالج الاخطاء الدفاعيه اللي كانت موجوده، وبدا هو اللي يسجل، بعد كده بدا يسجل بدري ويتحكم في رتم المباراه. لكن كان من بدري بيقول هنشوف مين اللي هيبقى في الاخر بطل الدوري. واعتقد وممكن اكون انا واحد منهم في وقتها ما كنتش مصدق، لان اللي حصل ده كله بالظروف اللي حصلت ومر بها الفريق، انا بتكلم على الفرقه بالاخص، لا ما فيش حاجه واحده ممكن تقول اللعيبه تاخد دوري. فنيا ايه الاخطاء اللي مستر فيريرا لما جه قدر يعالجها؟ بصي رقم واحد، هو حط حاجة واحدة قبل الفنيات، العدل. دي وصلت للعبة كلها، خلاص العدل موجود، النظام هيجي. لأن لو في نظام محطوط من غير عدل، خلاص النظام اختل. الثواب والعقاب لو بيتطبق على ناس وناس تانية، لا مفيش عدل ولا هيبقى في نظام. فهو حط العدل وبناء عليه جه النظام بعد كده. عشان كده قلنا أوضة اللبس كان مقفول عليها، واللعيبة كانت قافلة على نفسها كويس، اللعيبة صدقت نفسها، اللعيبه عارفه ان اي حد هيخل بالنظام اللي موجود سواء محطوط من امير مرتضى او من مستر فيريرا، لا خلاص هو مش موجود مع الفرقه، حتى لو اسمه مين الفرقه مش تقف على حد، فالطبيعي كله هيخاف. بالظبط، احنا لاعبي الكوره بنحس بالكلام ده. لو نجم الفرقه غاب وعايز يرجع او الفرقه ما تاثرتش، خلاص ده احسن حاجه في الفرقه.
فهي الفكره في كده، النظام والعدل دي رقم واحد. فاللعيبه كلها خافت على مكانها، اللعيبه كلها صدقت الحلم. فالنيات دايما دايما، كنت بقول حاجه لنفسي كده وانا من صغري حتى وانا بتفرج على الزمالك، الزمالك ما تقلقيش طول ما الكوره في رجله. هو فعلا مدرسه الفن والهندسه، الكوره في رجله هتشوفي متعه وهتشوفي كل حاجه، تقلقي في حاله واحده بس لما الكوره تروح منه. ودي مشاكل الزمالك على مر العصور، الزمالك اول ما الكوره بيفقدها حاجه من الاثنين، يا اللعيبه بتتفرج او واحد بس اللي بيعمل الضغط. لا ده ما كانش موجود في الزمالك مع مستر فيريرا. لو بيطبق تقولي حاجه؟ لا لا ده اصل انا افتكرت من اخر مباراه، مش مباراه الاتحاد، لا المباراه اللي قبلها كانت مباراه فاركو. كنت اول ما الكره تتقطع من اي لاعب في الزمالك سرعان ما زميله يقطع الكره، يضغط اللعيبه كلها طول. بتضغط يسلمها تاني للمهاجم او لراس الحربة عشان خاطر يسجل الهدف. فلاحظت ده فعلا، ده عشان كده ده جه في ذاكرتي. ده حقيقي يعني. فعلا انا بقول لك دايما بحط مقارنات عشان اعرف يعني. دايما انا النهارده لو بقيم نادي الزمالك بقيم مصري، بقيم اي نادي، بقيم نفسي حتى، ما لازم المقارنات تيجي عشان اعرف انا وصلت لفين. فانا عارف نادي الزمالك من زمان ولعبت فيه. الزمالك دايما الكره ما تقلقيش طول ما الكره في رجله هتشوفي احلى كره، لكن اول ما الكره بتتقطع ما تلاقيش الضغط بيتعمل كويس. دي رقم واحد. رقم اتنين، نادرا لما كنت اشوف فرقه الزمالك كلها بتنزل تحت الكوره لو انا هدافع. لا بتلاقي 3 4 معلقين قدام بيتفرجوا على الكوره وفي ناس تانية بتدافع لهم. لا ده ما كانش موجود مع مستر فيريرا. بتلاقي كل الناس بتنزل تحت الكوره، يا اما لو هعمل الضغط العالي هتلاقي كله بيضغط لقدام وكله بيضغط على الكوره، ما فيش لاعب واحد لوحده بيضغط. فدي ميزه كبيره جدا ما شفتهاش في الزمالك من فترات كبيره جدا. الميزه الثانيه، ما فيش حاجه اسمها سياسه النجم الاوحد، كل اللعيبه نجوم. النهارده لما سالت من كام يوم يعني رشح لنا 2 في الزمالك هم نجوم الدوري، قلت حرام هظلم ناس كتير جدا. دي حقيقه. طب ما زيزو ومعاه امام عاشور، طب ده اللي اتقال. قلت له طب وحسام عبد المجيد، طب والونش، طب وعواد، طب وشيكابالا، طب والمسلوسي اللي شفناه، والجزيري هنفضل نقول كل واحد، فتوح منتخب مصر، محمد عبد الغني اللي ما كانش بيلعب رقم 6 في حياته اصلا ولقيناه بيلعبها وبيأدي فيها بصوره كويسه جدا وبيدافع كويس وبيسلم وبيستلم كويس وتحس ان هو حافظ المكان. فهنظلم ناس كتير جدا. فلا احنا لو اتكلمنا عن مميزات الزمالك لا هناخد وقت كبير جدا، لكن السيناريو اللي كان مر بيه نادي الزمالك هو اللي مخلي الدوري ليه طعم بصراحه. يعني انا طبيعي النهارده الزمالك ياخد دوري، ده طبيعي يعني، مش ما بنقولش حاجه يعني غريبه مثلا يعني، لكن مش الطبيعي الظروف اللي مر بيها الفريق والنادي. بتكلم على كده، هو طبيعي طبعا ان احنا ناخد دوري، احنا ندخل اي بطوله بننافس عليها علشان ناخدها، ولكن متعه الرحله في صعوبتها. وصعوبتها ما كانتش صعوبه سهله، لا انت بتتكلمي في لعيبه اساسيه من القوام الاساسي مع كامل احترامنا ليهم طبعا، لعيبه بتاثر في اي فرقه. انا عايز اقول لك على حاجه، لما اتفرجت على الراجل ده كتير مستر فيريرا، الراجل ده كشف حاجات كتير جدا في الكره المصريه، وانا بقول لك انا كنت مدير الكره في النادي المصري. يعني اتضح لي حاجات كتير جدا، ان كله شبه بعضه ما بتقفش على حد. هو واقف على الخط بيغير يعني، بيشوف سيناريو المباراه. ما تقصدش في التغييرات كمان، أنا او سيناريو المباراه. النهارده لما اجيب نجوم الفرقه وناس مؤثره في الفرقه سواء في حراسه المرمى او في نص الملعب او بن شرقي او اللعيبه دي كلها ما تبقاش موجوده في الفرقه واكسب واخد دوري، يبقى هي بتمشي باي حد. فاهم قصدي ايه؟ فهو ده اللي اكتشفناه، ان في لعيبه طبعا بتبقى فرقه، لكن في نفس الوقت مع التكتيك مع التحفيز مع النظام والعدل اللي انا اتكلمت عنه سهل البطوله تيجي. وده وصل للجمهور، الجمهور دلوقتي بقى واعي قوي للنقطه دي. يقول لك خلاص اللي مشي اللي موجود انا واثق ان هو هيأدي وهيلعب. يمكن فعلا زي ما بتقول ان مبدا العدل هو اللي نشا هذه الروح، وكان مهم يوصل للعيبه قبل الجماهير. انا اهم حاجه عندي اللعيبه يوصل لها الثواب العقاب، لان صدقيني اي منظومه في العالم فيها عدل هتنجح، وده اللي انا شفته في الزمالك بصراحه في الفتره الاخيره. بصي روح شيكابالا على الخط، شيكابالا بنتكلم عليه عمل ماتشات هايله، بس تيجي تكلمه ماتش الاهلي ما لعبش، الراجل ما زعلش ولا اتكلم، بالعكس كان اول واحد على الخط وكان اول واحد على الدكه وكان اول واحد بيحمس اللعيبه. بص احتفال اللعيبه باي هدف وهم بيروحوا لشيكابالا وبرده امام مثلا، دايما بلاحظ امام يسجل هدف يجري برده على مستر فيريرا وبعد كده يروح لشيكابالا يحتفل. ده حقيقي في روح ما بينهم كده
لا بسطانه قوي، يعني الروح اللي ما بين اللعيبه بعضها فعلا ممكن يكون مبدا العدل ده هو اللي خلى الروح دي برده تنشا. وشيكابالا اعتقد برده ليه دور كبير قوي قوي في الروح ما بين اللعيبه بدوره طبعا كقائد او كابتن الفريق. طبيعي طبيعي، شيكابالا لعيب كبير جدا و كان يستحق بطولات اكتر من كده بكتير بصراحه. يعني شيكابالا مش عايز اقول نفس المقوله، ظلم نفسه كتير، لكن برضو الظروف ظلمته في وقت من الاوقات. لما بتكوني يعني اقول لك على حاجه، ما انا النهارده بلعب في النادي المصري واغلب الاوقات كنا مهددين بالهبوط وبنقعد اخر 3 4 ماتشات، وانا كنت يعتبر من نجم الفرقه، فاكيد انا بتظلم، بس انا مش هلعب لوحدي، فاكيد برضو شيكابالا في وقت من الاوقات مش هو الفرقه لوحده، مش هو اللي بيتعاقد مع لعيبه، مش هو اللي بيدي فلوس للعيبه عشان تقبض او ما تقبضش. فبرضه في وقت من الاوقات شيكابالا كان يستاهل احسن من كده، بس الظروف ما خدمتوش، فربنا ربنا عوضه خير. شيكابالا نضج بصوره كبيره جدا. كفايه هقول لك على حاجه، كفايه حب اللعيبه ليه. يعني بصراحه انا مبسوط من شيكابالا، خلي بالك يعني احنا الاثنين اوضه واحده ومع بعض في منتخب مصر للناشئين والشباب واولمبي ويعني جيل واحد، ولعبت معاه في الزمالك طبعا ولعبنا مع بعض، فانا بكلمك عن شخصيه انا عارفها. بس الفكرة النهاردة بكلمك عن شخصية انا عاشرتها عكس ما تبقى موجودة في العلن. الطبيعي ان انا عارف شيكابالا عشان احنا الاثنين قعدنا مع بعض، لكن ما كانش ده واصل لاغلب الجماهير حتى في الزمالك. لا، وصل لهم دلوقتي ان فعلا شيكابالا محبوب من اللعيبة كلها، شيكابالا بيلم، شيكابالا دايما في ظهر نادي الزمالك، شيكابالا بيعشق نادي الزمالك ويستاهل كل الخير اللي حصله في الفترة الأخيرة دي، وإن شاء الله أنا نفسي يكمل السنة الجاية كمان. احنا كده اتكلمنا على دور شيكابالا كقائد داخل الفريق، عايزين نتكلم عن مهارات شيكابالا واداء شيكابالا. يعني رايك في اداء شيكابالا الاخير او الفتره الاخيره خاصه كمان مع وجود مستر فيريرا؟ هو شيكابالا شيكابالا، هو شيكابالا ما تغيرش عن زمان، ما تغيرش، هي الترقيصه وهي الشوطه وهو الابداع موجود، هو الابداع موجود. بس هي الفكره في حاجه، ان انا النهارده الناس لازم تفهمه ان شيكابالا السنين اللي فاتت دي برضه ما بيلعبش لوحده. ما هو النهارده هات اي هدف لشيكابالا، شيكابالا هو بيرقص والمدافعين بتيجي عليه، لازم زمايله يفضلوا، لازم زمايله يتحركوا له، لازم يبقى في تكتيك، لازم يبقى في منظومه داخل الملعب بتشتغل. عشان كده شيكابالا ظهر كويس داخل المنظومه تكتيكيا داخل الملعب، ده بيتحرك يمين ده بيتحرك شمال، فبيبقى عنده زاويه رؤيه افضل. لكن في وقت من الاوقات شيكابالا لما كان بيلعب ما تلاقيش حد بيتحرك، التكتيك داخل الملعب ما بيساعدوش. لكن شيكابالا هو شيكابالا، المهاره هي المهاره، عمرها ما هتروح، هيعتزل هيبطل بعد سنه بعد 2 بعد 10 ربنا يديله طول العمر في الملاعب، لكن هي المهاره هي المهاره. كابتن حازم امام لغايه دلوقتي هتلاقيه هو بيلعب خماسي، هي المهاره هي المهاره. لكن هي الفكره في حاجه، مين حواليه بيفضلي عشان اقدر اشوط؟ لكن في وقت من الاوقات برضه المقارنه هتيجي وانا موجود، في وقت من الاوقات كنت تلاقي اللعيبه كلها واقفه، فالطبيعي شيكابالا معاه الكوره هيدي لمين؟ بالظبط. لكن النهارده شيكابالا معاه الكوره مثلا هتلاقي نيمار عامل اوفرلاب من وراه، اكيد هياخد مدافع، فخلاص خد مدافع معاه فضل سكه لشيكابالا، فشيكابالا يقدر يعمل اللي هو عايزه، فالمهاره هي المهاره مش هتتغير. الذهب الذي لا يصدى. بالظبط. هنطلع فاصل قصير ونرجع ونستكمل كلامنا مع كابتن كريم زكري. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين كلامنا مع كابتن كريم زكري. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن شيكابالا، وقلت لي شيكابالا ما اتغيرش، هو هو شيكابالا بنفس مهارات شيكابالا، ولكن الفكره في المحيطين بيه داخل ارض الملعب. صحيح. احنا بنتكلم فنيا. بتفرق كتير جدا تحركات اللعيبه مع شيكابالا. النهارده لعيب الكوره زي شيكابالا وزي حازم كابتن حازم امام طبعا وجمال حمزه واللعيبه اللعيبه اللي هم بصير كويس، اللعيبه اللي انت بتستني منهم في اي وقت يطلع بحاجه غريبه، مستني اللي يتحرك له عشان يدي له الكوره. لكن في وقت من الاوقات شيكابالا كان مع اجيال ما فيش حد بيتحرك له، هيدي لمين؟ ما فيش لاعب لوحده هيقدر يرقص الفريق كله، مش كل كوره اقدر اشوطها هجيبها جول. فهي دي الفكره، ان اللي حواليه والتكتيك اللي داخل الملعب ادى حريه لشيكابالا، اداله مساحه رؤيه افضل، اداله ان هو يقدر يسدد في اي وقت، المدافعين حتى وهي داخله عليه عارفه ان هو هيسدد ما بيقدرش يمنعه، مهاره شيكابالا زي ما هي. لكن على خارج الملعب شيكابالا نضج طبعا، يعني في نضج كبير من شيكابالا. ما ينفعش نجيب سيره شيكابالا وما نجيبش سيره زيزو. طبيعي. وتالق زيزو، شايف ايه السر في تالق زيزو؟ يعني مش قادره اقول لك في الفتره الاخيره، لان زيزو على مدار المواسم لا، في كل موسم افضل من الموسم اللي بعده. صحيح. زيزو من اللعيبه اللي المفروض يتعامل على المقياسات والحاجات اللي بتحصل للعيبه دي اللي احنا دايما متعودين عليها في اوروبا، لان زيزو من اللعيبه القليله قوي اللي في مصر اللي متاسسه كويس. يعني ما شاء الله بيأدي بصوره كويسه جدا بدنيا فنيا،
من الناحية التكتيكية هتلاقيه كويس جدا، فهو متأسس كويس. الحاجة التانية والأهم عقليته، يعني اللعيب الوحيد اللي في مصر هو قافل على نفسه مركز، عارف ليه ايه وعليه ايه، تحس فعلا ان هو عايش للكرة بس. وده نادرا لما تلاقيه في مصر. يعني اوروبا هو عايش ان انا شغال لعيب كرة، لا احنا هنا بنلعب عشان احنا بنحب الكرة، وده غلط، لان مهما كان حبك للحاجة انت اكيد هتحب حاجة تانية، فاكيد هتنشغل على الحاجة اللي بتحبيها. فهي الموضوع مش اهواء، انا بحب بالزبط. الكرة فبس هحب حاجة جنبها. يعني انا بحب الكرة بس بحب السهر، ده ما ينفعش. انا بحب الكوره وبحب الاكل، ده ما ينفعش. لكن لو خدنا الكوره ان هي دي ده الشغل بتاعي، ده شغلي اللي هشتغله فتره معينه وبعد كده هطلع معاش. بص على زيزو، لازم حياه زيزو حياه لعيب كوره مركز، حياه صحيه ما شاء الله، عارف هو بيعمل ايه، واضح عليه الالتزام في النوم، التركيز في الملعب، التدريب كويس جدا. عشان كده في الاخر خالص هتلاقيه في الماتش كده، لان الناس كلها بتيجي بتستنى 90 دقيقه وبتتفرج. ده زيزو كويس النهارده. بس هي مش كويس النهارده، لا هو عشان يبقى كويس النهارده عمل حاجات كتيره جدا الفتره اللي بيكون قبلها. فهي الجمهور كله بيبص للاعب الكوره في 90 دقيقه بس، لا خالص، انت 90 دقيقه دول نتاج الشغل بتاعي، سواء الاسبوع من الماتش للماتش او 3 4 ايام. حتى واحنا بنتكلم في ال 3 4 ايام ممكن حد يقول لي طب هيشتغل ايه يعني في ال 3 4 ايام دول؟ هقول له لا، ما الدنيا اتطورت، بدل ما هيشتغل هيبقى في حاجه اسمها ريكفري، اللي هي ازاي اعمل استشفاء وازاي رايح نفسي. ما في لعيب كره بياخد ما بين الماتش والماتش مثلا 3 4 ايام زي الفتره الاخيره، بتلاقيه سهران وبتلاقيه مسافر وبتلاقيه مش مركز، صح ولا غلط؟ لكن في لعيب تاني زي زيزو هتلاقيه مركز وبيعمل ريكفري كويس جدا ومركز للماتش اللي بعده. دي حقيقه. زيزو فعلا دايما انا كنت اقول على فكره الجمله دي، ان زيزو عقليه يمتاز بعقليه يعني واعيه جدا. عايزه اروح معاك ليه المراكز اللي احنا محتاجين تدعمها الموسم المقبل، واكيد طبعا سمعت عن الصفقات او الميركاتو الصيفي، ان ابراهيم نداي وزكريا الوردي واخيرا ايمن منصور، احمد ايمن منصور كابتن ايمن الله يرحمه. لا عايش، لا لسه عايش، معرفش يعني من دي دي. لا احمد ايمن منصور من اللعيبه الكويسه طبعا، ويمكن انا متابعه من وقت ما كان في المصري قبل ما يروح بيراميدز. لعيب كويس بيلعب، يعني بيلعب مكانين، انت جايبه لعيب بيلعب مكانين، مساك وبيلعب باك شمال يعني. فهيفيد الزمالك، وخصوصا ان الزمالك كمان محتاج المكان ده. عنده طبعا اتنين كويسين جدا زي حسام وزي الونش، ومعهم محمود علاء ومعهم عبد الغني، ممكن يكون موجود في المكان ده. لكن في نفس الوقت انا محتاج برضو في المكان ده يكون حد كويس. احمد ايمن منصور كمان لعيب دولي، فاكيد اضافه كبيره لنادي الزمالك في سواء في المساك او الباك ليفت. ونتكلم برضو على الصفقات الاخرى، انت شايف ايه المراكز اللي احنا محتاجين ندعمها؟ رقم 6 طبعا. لازم، لان عبد الغني هو اللي كان بيأدي الدور ده في الفتره الاخيره، قدمه بصوره كويسه، لكن برضو انا محتاج حد يكون مع عبد الغني. محتاج ممكن هاف شمال، راس حربة مع سيف الدين الجزيري. يعني 4 5 لعيبة في أكتر من مركز. ومش عايز أقولك إن ممكن يبقى كفاية، لأ، لو قدرنا أو يبقى فيه إن أنا أعمل صفقات أكتر من كده كمان، لأ أعمل. ليه؟ لأن خلاص المرحلة وعدت من نادي الزمالك دلوقتي. انا بطل الدوري في اصعب فتره في تاريخ نادي الزمالك. فكل الضغوط اللي جايه هتتصدر للزمالك بالظبط. خلاص انا عليا حمل، انا في لود دلوقتي على 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 نادي الزمالك، ان انا مطالب مش ان هو الطبيعي اسم الزمالك يخش اي بطوله ينافس. ايوه. لكن خلاص انت في واقع دلوقتي ان انت بطل الدوري وداخل بطل على دوري ابطال، داخل ابطال افريقيا، عندك كاس مصر، عندك دوري قوي السنه الجايه. خلي بالك السنه الجايه كل سنه الامور بتتصعب بالظبط، الانديه بتصرف بصوره كويسه جدا، فبالتالي المنافسه بتزيد. يعني احنا لو بنتكلم ان المنافسه محصوره ما بين 4 5 انديه السنه دي، سواء الصفقات او المبالغ اللي بتدفع او حتى منافسه في الدوري، لا السنه الجايه هتزيد. الاتحاد هيصرف طبعا، المصري هيبقى في مكان تاني مع مستر كامل ابو علي ان شاء الله، يعني هتلاقي ان المصري من الفرق اللي بتنافس. فالمنافسه بالتالي هتزيد على الزمالك. فبالتالي لازم يكون عندي لاعب واثنين وثلاثه في اكتر من مكان، لان دايما باستثناء السنه دي، دايما لما تبص لاي فريق بطل بص للدكه، ما تبصش لل 11 اللي بيلعبوا، لان ال 11 ما بيلعبوش على طول. وانت مطالبه اللي موجود على الدكه او حتى اللي بره السكور
يكون قريب من اللعيب اللي بيلعب اساسي، مش هقول لك يكون زيه، بس على الاقل لو اللي بيلعب مثلا 90% اللي بره ده لازم يبقى 80-85%، يبقى حتى الكواليتي بتاعه قريب من اللي بيلعب، عشان لما احتاج اللي قاعد بره او اللي مش موجود خالص يقدر يأدي او يقدر يساعدني برضو معايا. عشان الكلام يتفهم، باستثناء السنه دي، السنه دي حاله خاصه، السنه دي الزمالك كان بيكمل 11 في وقت من الاوقات يعني بصعوبه، صح ولا غلط؟ يعني لعيبه كتيره مشيت، ومستر فريرا دخل عبد الغني في مركز 6، شفنا المسلوسي بيلعب مساك ثالث ونيمار كمان. فهي الفكره كلها ان انا خلاص دي حاله خاصه وخلاص بقيت بطل دوري، لكن بعد كده لازم يكون عندي لعيب واثنين وثلاثه، عشان البطولات اللي داخله فيها الضغوط هتبقى عليك اكتر، المنافسين تركيزهم مع الزمالك هيزيد اكتر واكتر. دي حقيقة. فالفترة الجاية محتاجة أكتر من لاعب، يعني محتاجة أكتر من لاعب، محتاج كمان إن أنا فعلا أبقى مركز جدا، وعندنا كمان مباريات جاية. فاعتماده على النجوم الشباب برضو كان سبب، أنا شايف إن هو برضو من الأسباب إن أنت أخدت الدوري. صحيح، اعتمادك عليهم بشكل كبير، أدائهم بشكل كبير برضو كان من المميزات، أو من ذكاء منك كمستر فريرا إن أنت تستعين بيهم، وهم بصراحة أدوا جدا. صح. ومن ضمن اللعيبة اللي أدت دي نيمار. نيمار اسيستاته عظيمه جدا وتدرس، يعني مدروسه بالسنتيمتر. لعيب كويس، لعيب كويس، بخلاف الاسيستات كمان ان احنا بنتكلم عنها، لا الراجل هادي جدا في الملعب. وقلت لك نادرا، يعني نادرا لما تلاقي الناشئ طالع بيأدي برتم واحد، ورتم كويس مش وحش، بيزيد مع الوقت، لكن الرتم بتاعه في الهدوء واضح ان هو ما بتوترش. وارد ان انا اكون كويس، وارد ان انا اكون وحش، لكن شخصيتي وانا صغير بتوضح بدري لا، يبقى لعيب كبير. فلعيبه الزمالك الناشئين كلها شفنا الصوره اللي ظهروا بيها. نيمار من اللعيبه الهاديه، دريبلينج بتاعه كويس جدا، دايما بيرفع وشه، ممكن في وقت من الاوقات تلاقي الموضوع زياده شويه، لكن ده طبيعي مع الوقت هيتحسن، اللي هي الترقيص والكلام ده مع الوقت هيتحسن. لا لعيب كويس، لعيب اضافه. النهارده كمان عمل حاله كبيره جدا مع المسلوسي، خلي بالك هو اللي منجح المسلوسي والمسلوسي اللي منجحه الاثنين مع بعض. ليه؟ لان المسلوسي كان بيلعب ثالث مع الونش وحسام، وفي نفس الوقت بيلعب مساك ثالث، وفي نفس الوقت لما نيمار كان بيزيد كان المسلوسي بيروح ناحيه اليمين، وفي نفس الوقت نيمار كان بيرجع يدافع مع المسلوسي. فاضافه كبيره لنادي الزمالك بصراحه. دي حقيقه. ان شاء الله المباراه النهارده تنطلق الساعه 9. عايز اعرف توقعاتك ايه للمباراه؟ لا صعب. صعب تتوقع؟ صعب. صعب؟ صعب طبعا، المصري والزمالك. ان شاء الله نكسب. خلونا نروح دلوقتي مع حضراتكم لسؤال حلقتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان سؤال حلقتنا النهارده: لاعب تنتظر تألقه من شباب الزمالك امام المصري النهارده. احمد عيد: مساء الخير عليك يا ماما، على كابتن كريم ذكري، بنشكرك جدا، اتوقع تألق جميع اللاعبين الناشئين، ودول هيبقوا مستقبل الزمالك، واتمنى انهم يستغلوا هذه الفرصه، واتمنى الحارس نديم يبدا من اول المباراه، وان شاء الله كل اللعيبه تتألق، كل الدعم ليهم، زملكاوي وافتخر. جو: مساء الخير عليك يا مها، محمد خضري وايشو لعيبه كويسه جدا، نفسي يأدوا مباراه رائعه ان شاء الله، يا رب ان شاء الله يا جو. هدى الاتربي: مساء الخير عليك يا مها، متوقع ليوسف اسامه نبيه وسيف فاروق جعفر هيظهروا بشكل اكبر النهارده، وكل شباب الزمالك ونجوم النهارده فرصه لاثبات نفسهم اكتر، لان اكيد البروف هيعتمد عليهم الفتره اللي جايه، مهمه باذن الله. كابتن كريم نورتني. بنورك، ربنا يخليكي، وبابا مبسوط وانا موجود معاكي، ويعني قناه الزمالك بصراحه حاجه تفرح، وان شاء الله دايما نشوف الانديه الشعبيه باذن الله كده دايما في تقدم، مصري، اتحاد، زمالك طبعا. فلا انا ببسط كل ما باجي القناه، ويا رب نيجي كده في مكسب وبطولات دايما ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بشكرك جدا يا كابتن. شكرا لك. مشاهدينا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ان شاء الله اشوف حضراتكم بكره على خير في حلقه جديده من برنامج اخبارنا.